السلام عليكم. اليوم معانا طريقة عمل كيكة الرمل مرة لذيذة. في صحن عميق راح أضيف علبة زبادي كاملة، سواء قليلة الدسم أو كامل الدسم براحتكم، وبنفس العلبة راح أضيف زيت نباتي، وبنفس العلبة كمان راح أضيف سكر وحبتين بيض. في أي كيكة لازم نضيف خل، شوية خل عشان زنخة البيض. أنا أحب أحط في الغطاء نفسه شوية، أو ممكن في ملعقة صغيرة، وشوية فانيليا. كل المكونات هذه راح نخلطها سواء بالخلاط أو بنفس ما أنا مسوية. لازم نتأكد إن الزبادي مرة ذاب معانا، وكل المكونات كمان. الآن راح نضيف كوب دقيق، كوب واحد فقط، وملعقة صغيرة بيكنج باودر. ونخلط المكونات من جديد مع بعض. شوفوا كيف صار الخليط معايا. طبعا هنا شبه تقيل، احنا ما نبغى زي كده. راح نضيف فنجان حليب سائل او ربع كوب، يعني حاجة بسيطة عشان بس شوية الخليط يصير مو هو تقيل ولا هو خفيف، وسط. هذا هو خليط يعني الكيك الاساسي. زي كده. الآن في صينية، أي صينية سواء مربعة أو مستطيلة، هنضيف ملعقة كبيرة زيت وندهنها. نتأكد إن احنا دهنا كل الصينية، الأطراف وكل مكان. والآن نضيف خليط الكيك وندخلها الفرن مدة 20 دقيقة من فوق وتحت مع المراقبة. في تاوة ناشفة راح أضيف نص كوب سميد، وأجلس أحمص عليه حتى يصير لونه ذهبي. راح يأخذ معنا شوية وقت، مو مشكلة. الآن طبعا بدأ شوية شوية، شوفوا زي كده. خلاص هذا آخر شيء، راح نقفل على النار، والسميد خلاص هنا صار جاهز، وكمان كيكتنا صارت جاهزة. شوفوا كيف صار لونها مرة حلو، اللون المطلوب. بعود خشب راح أحاول أتأكد إن كل الكيكة مستوية. شايفين كيف؟ والسميد طبعا جاهز. الآن راح أضيف نص كوب حليب محلى مكثف، وبالملعقة لازم أدهن كل الكيكة. ونبدأ نضيف السميد على كل الكيكة. نصيحة، هذه الكيكة جربوها، مرة طعمها خفيف، والسميد معطي كده قرمشة حلوة.
طبعا زمان كنا نسويها دايما، والآن رجعنا نسويها من جديد، ومرة سهلة وما تاخد وقت. وبكده خلصنا. الآن وقت التقديم، نقطع الكيكة وبالعافية عليكم. تحت الفيديو راح تلاقون أكواد خصم ممكن تنفعكم في مشترياتكم، وكمان راح تلاقوا رابط لموقع ممكن يفيدكم كمان. فقط ادخلوا على الروابط وشوفوا المواقع، وطبعا شوفوا كيف كيكتنا صارت جاهزة وقطعناها وراح ناكلها. وبالعافية علينا وبالعافية عليكم. النصيحة جربوها، مرة طعمها لذيذ مع القهوة مع الشاي زي ما تحبوا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك وفعلوا الجرس، وانتظروا طبخات جديدة إن شاء الله، وإلى اللقاء.